السلام عليكم ورحمة الله، متى الأحوال؟ نشاركم الحباب والخاوة أخواتات الأعزاء كما يقولوا، جاسبر راكم بيان. نحكو نديرو فيديو هكذا، نحكو شوية على شرا صاير في الموند والديكلونشمون هذا، الحروب هذه والحرب تاع الأوكران مع الروس اكسترا. مين نبداوها بحاجة مهمة بزاف، تبعوني نحكو شوية على القوة تاع لي بنك. أنا درت عندها فيديوهات عندهم عامين، ونحث الدولة تاعنا باش دير دي بنك وين كاين دياسبورا تاعنا سما في لي بي داكاي. شكون هما لي بي داكاي؟ لي بي وين كاين ايميغراسيون تاعنا، وين كاين لي زيميغرون تاعنا، وين كاين الشتات تاعنا ولا دياسبورا ولا كيف يقولوا لهم لي زيميغرون تاعنا، كيما في فرنسا في كندا في هكذا. فما الدولة ودير اون بنك انترناسيونال عندها دي لوكو فما، خاطرش لا بنك مهمة، لأن الاستعمار الحديث هو البنك. عندك بنكة ديرها تنشرها، دير استعمار، خلقت استعمار، خلقت عملة، والسلاح تاع لا بنك هو العملة. قبل ما ندخلوا في الموضوع ونروحوا، قذافي هاو جاي يدير بنكة ويدير عملة نتاعو باش يخرج عليهم، ما قتلوه وبعثوا له الشيان نتاعو اللي يقتلوه هي لا فرانس عن طريق ساركوزي. من بعد هذه نجوها في الطريق. مين نحكوا على لي تروا بنك الاولين الاقوياء وشكون هما في لو موند لي من الحرب العالميه الثانيه هما واقفين لحد اليوم، وشكون هما؟ عندك لا بنك تاع الفاتيكان اللي موجوده في ايطاليا. الفاتيكان اوتوماتيكو ممكن نهضروا على الفاتيكان، نهضروا على الكاثوليك فاتيكان، نهضروا على الكاثوليك، وهي دوله مستقله داخل دوله. هي في ايطاليا. والبنك الثاني موجود في واشنطن، كان مقاطعة في واشنطن مستقلة على امريكا، فيها لا بنك تاع التعاملات تاع لي شونج تاع لي شونج اكسيتيرا دولار اكسيتيرا. وكان هنا لا ترويزيام بنك وين موجودة في لونجلتير 80 كيلومتر على لندن، كان مقاطعة مستقلة وهي اللي تعامل على لي شونج بالسويفت. سما فرنسا تحب تشري ولا تبيع تفوت عن طريق لا بنك هذه بالسويفت اكسيتيرا. هذا تروا بنك هما اللي حاكمين لو موند، هما اللي دارين حاله. كون شو واحد يقول لي واش دخل الفاتيكان الكاثوليك اكسيتيرا؟ الكاثوليك هما اقوى منظمه في العالم واغلى منظمه دينيه في العالم، ماشي دينيه اغنياء. باسكو علاه هما يبنوا كنيسه، كنيسه كانها سيركيوسال بنكير تاع دخل الدراهم برك. ما تخرجش الدراهم، هي سيركيوسال الدور تاعها تدخل الدراهم، والدراهم اللي تدخل تروح لا بنك تاعهم سنترال هي الفاتيكان. هذو لي كاثوليك عندهم دراهم بزاف. واشنطن راكم على بالكم هي الامريكان، هي لا بنك تاع امريكان اكسيتيرا، والاش بي سي هي موجوده في لندن. هذول لي بنك اقوياء في العالم، وسيرتو اش بي سي ونتاع واشنطن شكون اللي يتحكموا فيها؟ هما الماسونيست. لي ماسون لازم تلحق باش تلحق المجموعه هذه لازم تلحق الدرجه 33 لي فران ماسون. هذو لي فران ماسون منين جاي؟ جا من ماسون اللي يبني، وخرجت هذه المنظمه تاع لي ماسونيست. منظمة لورغانيزاسيون هادي سيكريت اكسيتيرا، المنظمة السرية هادي هي تشكلت هكدا. ومن بعد بداو يتحكمو في لو موند ويمشيو العملة نتاعهم. امريكان يفرض في الدولار نتاعو اكسيتيرا، يبيع ويشري واللي يخصوه دراهم يروح يطبع. ويبيع بالدولار، سي بوركو عندو غواصات الدور تاعهم يطبعو دراهم برك، مام سفن يطبعو دراهم، يحتاج حاجة يشريها يطبع دراهم ويشري. امريكان انا لي بنك هما قوه عالميه، هو استعمار حديث، نستعمرك بلا بنك. والسلاح شكون هو؟ هي العمله. سي بوركو الروس حوس يخرج من الازمه هذه. قذافي حاول يخرج من هذه الازمه بكري، فقلها يبان جائعه، ناس يضحكوا عليه، يبان غبي، يبان هكذا، ولكن هو بان ذكي، فايق لكلش وفاهم كلش. باغي يخرج يكري لا بنك تاعو، يكري العمله نتاعو، وقال لهم انتوما تعاملوا معايا، اذا ما حبيتوش تعاملوا مع العمله نتاعي تعاملوا معايا بالذهب، مش بالدولار ولا باللورو تاعكم.
اذا قتلوه واستعملوا شكون الاشياء نتاعهم سما هما فرانس ساركوزي اكسدا. وحنا وشي هذه النظره واحد لازم تكون عدو نظره دي فاصون مش ميكرو ماكرو. مانيش نهضر على لو بيتي دو غول ماكرون البريزيدون تاع فرنسا. البريزيدون تاع فرنسا اسمه ماكرون. ماكرون سي انا شميه لو بيتي دو غول. حنا لازم نتعود على نظره شموليه نظره دي فاصون ماكرون مكبره. كون نرجعوا للروس والكران الحرب هذه اللي صرات الروس هو دارسها لا استراتيجي تاعهم بكري دارسها وشايفها باسكو علاه الاوروب في حد ذاته هما ثانيهم في حرب مع هذه. قلنا كاينه بنك في واشنطن بنك في لندن وبنك في الفاتيكان. مالها فرنسا ثاني باغيها دير بنك بصح وحدها ما تقدرش. فرنسا لازم لها قوه قوه تاع دول. انا خلقوا الاتحاد الاوروبي هذا وخلقوا العمله نتاعهم هي السلاح هي اللورو باش يبانوا هما ثاني يكون عندهم وجود ويفرضوا نفوسهم. ولكن الاوروب هذا بدا يشكل خطر مشكل على لي بنك العالميه هذه تسمى البنوك هذه تاع الاتحاد الاوروبي تشكل خطر ووقفت حجره في الصباط للثلاثه البنوك الثلاثه سيرتو البنكين تاع واشنطن ونتاع نتاع لونجلتر تاع اش بي سي. على ما اظن هذه لافير تاع الروس والكران. الروس متفاهم مع الكران الروس متفاهم مع الامريكان وهي الحكايه راح هكذا وراح لبعيد. نرجع ندخلوا في الموضوع خلينا نديروها فيديو اخرى تسمى هذه انا كملنا حكينا على واش راه صاير في لوموند نديروا فيها فيديو اخرى ونحكوا على الكران وعلى الصاروخ اللي طاح دوك نديرها وعلاه. هذا ما كان مش مطول. هاي السلام عليكم ورحمة الله باش ما تجيش الفيديو كبيره.